كلا كلا يا فاسد كلا كلا يا فاسد كلا كلا يا كلا كلا يا ظالم كلا كلا يا كلا كلا يا ظالم كلا كلا يا كلا كلا يا طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة. إلى متى يستمر التعذيب في سجون العراق؟ وإلى متى تبقى سياسة إذلال ذوي المعتقلين مستمرة من قبل الجهات الحكومية؟ أين الحكومة من مسلسل إذلال ذوي السجناء أثناء مقابلتهم لذويهم؟ أين وزارة العدل من مسلسل التعذيب المستمر في السجون؟ كل هذه التساؤلات وأكثر نناقشها معكم في حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم، حيث جدد أهالي المعتقلين في العراق دعواتهم للنظر بعين العدالة والإنسانية لأبنائهم الذين ضاقت بهم السجون دون بارقة أمل تنصفهم من جور محاكمات شابتها الكثير من المظالم ومعاملة سيئة يتلقونها عند الذهاب لزيارة أبنائهم المعتقلين. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. أريد أخوي يطلعوا لي. الله أكبر عليكم، الله أكبر على كل ظالم إن شاء الله. قصة معاناة لا تنتهي تبدأ من لحظة الاعتقال غالبا بناء على تهم كيدية أو وشايات كاذبة، ولا تنتهي بما يلاقيه ذوو المعتقل من عنة وجور لرؤية أولئك المغيبين خلف القضبان. 16 سنة من طالب بالعفو العامل، كل الولد التعبانة والله بعد شي سطحين وجهت كروة، والله ما عدنا وعد أربع بنات، الناشد كل شريف كل عدة غيرة، كل عدة غيرة ينظر الحال الأمهات والأبات هاي وايد جهال. أنا محافظة تنبار قضاء الفلوجة، هذا بخاري عمره 16 سنة حكمه 24 سنة، ما يصير هيك، هاي يقضي عمره بالسجن ما عنده حال، هو الوحيد لأمه ناشد بحكمه ما بين عفو العام لبرياء. محاكمات هزلية تخفي وراءها نفسا طائفيا مقيتا، هذا ما يؤكده بعض ذوي المعتقلين الذين يروون قصصا مروعة عما واجهوه أثناء وبعد اعتقال أبنائهم. مخبر سر احنا علينا والقاتل عندهم موجود بالجرائم، وطلعوا الكواتم من عندهم وطلعوا السيارة من عنده، واحنا أبرياء وكل شيء ما عندنا، ذولا من غير فئة واحنا من غير فئة، اجوا اخذوا الحج واخذوا ابني، ذاك الثاني هسه غير خابرته، من خابرته حطاه بالسيارة، من التعذيب أثر التعذيب مالته، أدى الاعترافات بالقوة ولحد الآن الحكم عليه 5 إعدامات و7 مؤبدات وقاضي قدش كبرى يقول لنا تعرفوني الحسين والعباس ليش؟ إحنا شنو إحنا يهود؟ هاي دموع الأمهات ستنقلب ببالا ونارا عليكم في الدنيا قبل جهنم الآخرة، وأنا مسؤول عن هذا كلام أقوله، تتحملون وزرها أنتم إلى يوم القيامة إذا ما تترحمون بهاي الناس، هذه كلها تتحيط وصيح آباء وأمهات وأطفال كلها أولادها 90% مظلومة، والسجون اكتظت والوباء انتشر والناس ما عدها تصرف حوانيتكم دمرتها. أهالي السجناء جددوا دعواتهم بالعفو العام عن آلاف المعتقلين الأبرياء الذين تضج بهم السجون بعد أن فشل القضاء في إحقاق الحق ورفع الظلم. القضاء هو اللي يسيطر على الجريمة، وأدعو الفايق زيدان الأستاذ فايق زيدان خلي بس مجرد يقرأ الأوراق التحقيقية، مو مجرد يوقعون على ضابير مال الإعدام يحكمون الأبرياء بالإعدام. هسه احنا وين نطلجوا هنا وين؟ المن نشتكي؟ المن نشتكي؟ قلونا المن نشتكي؟ يا هل نشتكي يمه؟ يا رئيس وزراء؟ يا حلبوسي؟ يا رئيس جمهورية؟ يعني ما عندكم رحمة؟ ما عندكم شوية رحمة قلوبكم؟ سنوات مرت على مأساة آلاف المعتقلين دون أن يلوح أي حل في الأفق، تزيد من بشاعة تلك السنوات
قسوة الإجراءات الحكومية التي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية والعدالة. نعم، معنا أم سجة من بغداد، تفضلي أم سجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيس. نشكركم عيني، الله يبارك فيكم. الله يسلمك. البرنامج اللي يوصل صوت المظلومين. الله يسلمك. والله يخليكم إن شاء الله ويحفظكم. الله يسلمك. والله يا عيني إحنا نطالب بالعفو العام على أولادنا المظلومين. والله يا عيني مظلومين لا ماكلين ولا شاربين، أخوة أكبر. خلي باعون على حالنا، خلي باعون على أطفالنا، إحنا الأمهات. خلي يشوفون حالنا شنو. احنا مواجهات بيتنا بالشوارع، طلعنا من الساعة 8 من الليل وبيتين بالتراب وبهالظيم وبهالحار. خلي شوفنا مصطفى الكاظمي، خلي شوفنا الحلبوسي، خلي الجمهورية، خلي يلطفون بحالنا، خلي يروحوا شوفنا أولادهم ساعتين ثلاثة شو صير بيهم. علينا الله أكبر، خلي ينصفون بحالنا وينطون عفو. الله أكبر، ولا بحالنا ولا دايرين بال علينا، تسيرتهم شوية تهزهم علينا ما يصير. والله أبو أربعة شهداء وأنا صقاب والبيت متروس أيتام. الله أكبر الله أكبر، خلي يشوفونا يشوفون بينا، مو كافي عاد، مولدنا مظلومة، هم عايدين محاكمهم ولا هم منطين عفو عام. ليش طلقونا صار ما نعرف ليش، يعني ليش؟ الله روح، وين وجوه العشائر؟ وين اهل الغيرة؟ وين القوة؟ ما انهجم البيوت على روسنا، انهجمت. بقينا بس النساء، والله بس النساء، بس هالمعين هذا. الله اكبر، والله تهمة باطلة من انزل القرآن. والله ما مكفي ولا شاربين. الله اكبر، خلي تزون علينا، خلي يشوفون الامهات ايش فيها، هل فد يوم يسوون يعني تزون علينا يحطون اولاد او ايش بيهم اولادنا شو نسوين؟ القضاء خلي ينصف بشأننا. وين الانصاف؟ وين المروه؟ وينهم؟ شو كنت تسد الشوارب مال الخيرين؟ ايش وقت؟ نعم. الله اكبر. ام سجه، ام سجه، اخر مقابله رحت قابلتي بيها ابنك بالسجن ايش وقت؟ بهذا الشهر يا عمر. بهذا الشهر. شلون كانت المعامله وياكم؟ والله يا عيني شو اريد اقول لك؟ يعني هو البايت يعني بالتراب، يعني شنو؟ نعم. يعني شنو؟ انا احنا بايتين بالتراب، يعني بعد شو تصير المعامله؟ نعم. يعني من ثمانية والسنة يطلع بالميتين عمره. ليه تحطيه؟ نعم. ليه؟ والشمس والقرآن، والقرآن أنا صقب، والقرآن رجل وحدة. الله نعم. أكبر الله أكبر الله أكبر. وينهم؟ وينهم أهل الغيرة؟ وين أهل الشرف؟ وين أهل الضمير؟ بحليب أمهاتهم، اللي يشوفون أمهاتهم يشوفون أولادهم، يعني شنو يا معاملة يا عيوني؟ نعم. والله حتى فقدنا نفسنا، يعني بايتين بالتراب. لنشوف منتسدين، لنشوف يعني هم دعاني عشاك محشور. وكل شنو ودي خطية، يعني خلينا إنا الله ولولادنا الله. وصدع ركض ركض مثل المخابيل، ما عرفنا شبيهم ما بيهم. الله أكبر. وضعهم وضعهم بالسجن ام سجن، من قابلتي ابنك شو شلون وضعه بالسجن؟ يا الله يا عيوني، يا الله. نعم. يا الله ياكلون يشربون، يا الله يا عيوني. والله يعني كل تتعرفون يا عيني. نعم. بعد لا يعني ماشي، احكي حتى يوصل صوتكم. ياكلون شنو؟ ماكو، كله والله كليته بالنار الكبرى، يعني كليته ما ادري بيش بطل المي، ما ادري بطل الملح بيش، ما نعرف يعني ما نعرف. والله كريم، والله ما عدنا الا من منا ومنا. الله اكبر. والله مصرف مال الايتام. نعم. والله العظيم نوديهم للمحتقل يصير. الله اكبر الله اكبر، لا يتفرحوا لا يشوفون، ما يشوفون هذا مقتله بعبد الله، صرنا احنا مثل ظليم تبع عبد الله، ما يصير. الله اكبر، شنو ميانا؟ شنو ميانا؟ شو مسوين احنا؟ شنو الجريمه سويناها؟ خلي يروح يشوفون، خلي يشوفون قضاياهم، لا هم شايفين قضاياهم، لا منطين عفو عام. ليش خطينا؟ ليش مو امهات احنا؟ والله كن فيكون، يوم لك ويوم عليك.
الله كريم. الله كريم. الله يعينكم والله يفرج عن جميع الأبرياء. أحمد من ديالة، تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. تحية إليك أستاذ عمر وإلى قناة الرافدين وإلى كادر قناة الرافدين وإلى المشاهدين الكرام. حياك الله يا أهلا بك أستاذ عمر. هي معروفة، هم هذول إجوا حاقدين على هاي المحاضرات الغربية، أهل السنة نقول، يعني اللي كانوا يحكمون كمون العراق سابقا هم من المحاضرات الغربية. كان العراق العراق كان محكوم من كل العراقيين، يعني بالدوائر نحكي. هم نعم. هم يعتبرون 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 هذا كانوا يحكمونهم من أهل السنة. فخلوا الجيش العراقي بالثمانينات يمشي على رؤوس القتلى الإيرانيين بالبساطين، وهم دول كلهم متابع لإيران، فهو هذا السبب الرئيسي يريد ينتقمون. نعم. ثانيا هسه هم يعتبرون انفسهم انه يقولون، هم دا يقولون احنا قاومنا الاحتلال الامريكي بال 2005 2006 كانوا يركضون قدام الامريكان يداهمون بيوت رجال المقاومه بالمحافظات الغربيه. وانا بمنطقتي يعني دا اشوفهم من المنطقه الريفيه يجون على بيوت المقاومه العراقيه يداهمونهم ويحرقون منازلهم ويضربون نسائهم ويهينونهم بسنتين بثلاثة بالليل، الأطفال والنساء تعاير. فكانوا مثل الكلاب أجلكم الله يركضون قدام الأمريكان. من كتب قبل كانوا يقولون هاي قوات محررة قوات صديقة. من قتل سليماني لعنة الله على روحه، الله يجعله إن شاء الله بالدركة يعني جهنم. بس بدون تجاوز، أرجوك مرد أي تجاوز بالحلقة. نعم اطرح رايك بدون اي تجاوز، تفضل استاذ عمر. نعم. من قتل سليماني هسه صارت قوات محتله، صارت قوات هسه محتله، ومن 2005 2006 لحد الان رجال المقاومه هم بالسجون هسه حاليا، لحد الان هم بالسجون، هم نفسهم هذول اللي يقولون احنا قوات محتله، قوات احنا كانت قوات محرره وصديقه. نعم إيه، مع قتل قاسم سليماني صارت قوات محتلة. إيش معنى إلا من قتل سليماني الله صارت قوات محتلة؟ ليش قبل كانت قوات صديقة صارت محتلة؟ نعم زين. لحد الآن هم رجال المقاومة لحد الآن من 2005 2006 مو بالسجون زين. فهو السبب الرئيسي هم حاقدين على المحافظات السنية، لأن اللي كانوا يحكمون يعتبرون هم من المحافظات السنية من المحافظات الغربية، عرب وإيران 8 سنوات. نعم. أحمد من ديالة كان معنا. أم أحمد من بغداد، تفضلي أم أحمد. أم أحمد تسمعيني؟ تفضلي عيني. إذا سمعت تفضلي. شنو السؤال؟ هو احنا نقدر نتكلم على نعم. التعذيب في السجون وكذلك المعاملة السيئة للأهالي، أهالي المساجين من يروحون للسجن حتى يزورون ذويهم، يعني مثل ما قالت أم أحمد أم سجة من بغداد، يقول ننتظر ساعات احنا بالتراب، وهناك تقارير تتحدث عن معاملة سيئة وابتزاز، وحتى تصل إلى موضوع التحرش بالنساء عندما يقمنا بزيارة ذويهم في السجون. أولادهم أخوانهم طبعاً يتحاشون بهم ويساوموهم. زين وتعذيب يعني حتى الكافر ما هيك يسوي بالبشر. ناس حاقدين. طبعاً قبل يومين أخذوا واحد معرف من يام محافظة راح من بعدين يومين بالسجن من التعذيب مات. وعنده 7 بنات. زين شنو هاي المعامله؟ يعني هم مو بشار؟ يعني هل حقد هذا على العراقيين؟ حسبي الله ونعم الوكيل على كل تبعيه وكل ولاء امول العراق. زين طبعا يعطونهم فلوس، ينطون ابنائهم فلوس، ما لا يوصلوها ملابس، ما لا يوصلوها
التعذيب ما له والي، اشنع تعذيب. زين يعني كافر، الكافر اليهودي ما يعذب له مسلم هالشكل. هذول حاقدين، حاقدين على العراقيين والعراق. وين العدل؟ وين الحكومه؟ وين وزاره العدل؟ ما عندنا حكومه، احنا عايشين بغابه استاذي العزيز. احنا عايشين بغابه، لا دوله لا سياده لا قانون. احنا باقين يعني هيك على الله، ومثل ما يقولون على الطرش. هذول جزارين، هذول مجرمين، هذول يطلبون العراقيين صار. زين يعني تعذيب مبرح. والوحده تروح على زوجها، لو على اخوها، لو على ابنها، يساموها. يعني مش عايشين هيك بشريه، ما عندكم عرض، ما عندكم شرف. زين انتم حكمتوهم ذولا، شوفوا محاكمهم، اذا مدانين خلوهم، واذا ابرياء طلعوهم. ليش هذا التعذيب؟ ليش هذا الاستفزاز بالسجون؟ يوصل لحد الموت، هوايه ماتوا بالسجون. طبعا واحنا بهذا المرض الكورونا. نعم. يعني يقبلون ولدهم هالشكل يتعذبون؟ لا طبعا، ولدهم بالخارج يسبحون ويمرحون مثل العراقيين. واحنا كاسلنا الجوع والفقر، وفوقها ابنائنا السجناء، ابنائنا الابرياء، كلها تهم كيديه. والله العلي العظيم اغلبهم تهم كيديه. حسبي الله ونعم الوكيل. زين الله المعين، حسبي الله ونعم الوكيل. هسه المدان حاكموه والابرياء طلعوهم، ليش الاخضر تحرقوه ويا اليابس؟ وليش هذا التعذيب؟ ليش هذا التعذيب؟ يهودي ما يعذب مسلم هالشكل. انتم لا من انتم يهود، لا من انتم يزيديين، يا من لا من انتم يعني ناس وحوش. ذولا وحوش واحتلوا العراق. طبعا كلها السبب المحتل الامريكي، هو دا ينطي مجال لهم. زين حسبي الله ونعم الوكيل على امريكا اللي جابت لنا هذولا، وسلطت علينا ايران. ايران المجرمه تطلبنا ثار، تطلعها بولدنا. انا اشكرك ام احمد من بغداد، كانت معنا. ام يوسف من الرمادي، تفضل ام يوسف. اهلا وسهلا بيك، تفضل يا اختي. والله انا زوجي صار له هاي 6 سنين. يعني راح على الرزازه، نريد بس نشوف اوادمنا وينهم، الحكومه وين دورها؟ بالسجناء وين دورها ما تدور لهم؟ ليش هي سيطرت الرزازه من مخليها مو تابعه للحكومه لو ميليشيات؟ من حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، نريد بنانا يشوفونهم وين راحوا بيهم. يقولون موجودين بجرس الصخر ما يطلعونهم. واذا مجرمين يسجنونهم، هاي بناهم دايح بالشوارع دايح، صاروا متسولين من جله الوالي علينا ومن جله الحكومه اللي ما تعرفنا بس وقت الانتخابات. والله العظيم كنا عايشين الصحيات مال مرافقات مال المدارس، كنا عايشين بيها. والحكومة تسوي نفسهم يطلعون للتلفزيون، احنا واحنا متبنين عوائل المفقودين، واحنا نسوي رواتب للمفقودين، وين حقوقهم؟ وين الحكومة؟ بس بدنا ننتخبها وينها؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، وعلى كل دجال وعلى كل كذاب. الله يعينكم. الله يعينكم. أم يوسف من الرمادي، وقصة أخرى من قصص العراق الجريح. معنا محمود من الموصل، تفضل محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله اليوم 54 بدينا بهذا السنة، ولدي ما عنده لهم وين، وما خليت حتى الفراش رحتوا. كم ولد عندك مفقود؟ 2 والله العظيم. وين راحوا ومن أخذهم؟ الحكومة أخذتهم، وأنا بالمخيم احتقلوهم وأخذوهم وما أعرفهم وين لهاليوم. جيش شرطة، من اللي أخذهم؟ ما نعرف. ما تعرف. تروح تراجع. شقد اعمارهم؟ شقد اعمارهم؟ شقد اعمارهم؟ 91 و96. تمام، شو وقت اخذوهم؟ ب 2017 لما تحررنا من عبرنا اخذوهم. نعم. احنا نطالب باعدام وزير العدل، يعني يوميا تصل 5 دفاتر من الموبايلات وتصلوا
المسجد قاعد يبيع ويطلع على تركيا وطالب اعدام نور المالك سوى بالقاهره وسوى بكركوك والطياره تنزلها بمطار سري وجاب طلبوا على المواصل قاعد يطلعون قوانين. نعم. والبارحه اللي انسجن اول انحكم خل يسوي دعوه 80 مليون لنا 60 و 20 وين اللي يروحون يشوفها رئيس الوزراء هذا ما قاعد يشوفه بعينه ايش قاعد يسوون البارحه اول البارحه الخميس هذا العام يريد يزلقنا من بغداد يقول لهم طينا مال المستشفيات مال المقاولين يقول انا المحافظ يقول انا خاطب بغداد قال لي جيب احسن لك خاطب منو بغداد خاطبنا احنا 30 مليار يحولها على تركيا هاي مال المستشفيات والمقاولين يقول احنا مقاولين وما فقدوا هذا المحافظ هي هذا المحافظ هسه تسوي لك يدور الشهود يشهدون الجنه ويسحب 80 مليون نسحب لان 60 لك 20 روح جيب الشهود بس تعرف. نعم زين اخي محمود انت من خطفه ولدك وراجعت الجهات الحكوميه ما عرفت وين مسجونين؟ والله ما عرفت ما خليت الى الناصريه وصلنا النسوان. والله وصلنا الى الناصريه خش يوم المحامي قلت له حط الحبل بحلقك وفكك. انا فكك بالمحكمه. وما لقيتوهم. والله العظيم. اليوم المحامي صار سنتين شبحيه. اخذت فيها 3 مليون دينار ذهبات بعناهن مليون دينار. وخلاص قعدت حتى الفاش بعتوه. انت يا وزير العدل كل مخابره بس قاعد يخابرون من قادم من بغداد كل مخابره تكتب السعر 100,000 السجن الموبايل صار بالسجن ب 7 ملايين 8 ملايين انت وزير العدل شلون طلعهم؟ نور الملك شلون طلعهم؟ طيب نور الملك وهذا العامل قيس عقد علي ابن عمي ماكو حكومه ماكو دوله ما حد يقدر يحكي انا اقول لك الطيارة نزلوها والعتاد نزلوها مطار صحي يذكرها من 2010 2012 ما المزرعة الموصل لما قالوا نسويها بحر من الدم وسواها بحر من الدم وما الكركوك يذكرها وما الرجال قالوا لهم بالهمرات حوي جنان ما حد الله يقبلها ما حد يقبلها انت يا رئيس الوزراء 12 واحد وعالم ماكو بيهم ما قالوا 15,000 قالوا خمسة هربوا وخمسة اجتمعوا وخمسة بس سجن هذا هذا ابو بلاجم انا من نفس الجمهوري المانع ترى ايراني هذا نعم هذا كان بالبرلمان هذا كان بالبرلمان يقول انا جمهوري الله يعينكم ابو محمود من الموصل ويفرج عن جميع الابرياء ابو محمد من الموصل كذلك تفضل ابو محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دكتور عمر شلونك عزيز؟ حياك الله يا اهلا بك اهلا وسهلا الله يخليك يحفظك الله يرحمك يحفظك ووالديك يبارك فيك الله يسلمك دكتور عمر احنا نعم. دائما نحكيها الشعب بوادي والحكومه بوادي نعم ايش قد طلعت مظاهرات ايش قد ناس ناشده بدمعات الامهات الاطفال هذه على ابهاتهم واخوتهم النساء على ازواجهم نعم هذا موضوع ما يحلوه هذول نهائيا وإذا انثار بهالوقت هذا ينثار لأجل دعايات انتخابية من كل النواب سواء من الغربية أو من الجنوب أو من الوسط فذولا لا يقدمون ولا يأخرون لأنه الأمر مو بيدهم الأمر معروف الأمر من أسيادهم وذولا كلهم ذيول سواء من الغربية أو من غير الغربية فهذه المعاناة احنا راح نظل نعيشها إلى أن يتغير هذا الواقع يتغير هذا الواقع تغيير جذري يعني هذولا كلهم يتكنسلون ما حد يسأل عليهم ولا حد ينتخبهم ولا حد يجي منهم نعم ليش لأنه هم اللي نايمين على هالقضايا هاي يزايدون عليها يزايدون على دماء الشعب يزايدون على دمعات الأرامل والأيتام ناس نعم. ما وراهم أي خير فأخي العزيز نعم. احنا مفوضين أمرنا لله والواحد القهار ونعم بالله لو أكو قضاء عادل كان هاي كلها الملفات هذه كلها كان انتهت وما حد كان يروح يتوسط ولا احد يروح يدفع فلوس ولا هذه لانه صرنا مشروع استثماري لهم سواء لهم او للقضاء او للمحامين او للكل احنا ابنائنا كلهم ابرياء وكلهم ما عندهم شيء ومسجونين جوال صار 5 سنين و6 سنين بدون سبب وده تطلع عليهم مسوحات ميدانيه وده تطلع كل شيء عنهم وده يظهر بانه كل شيء ما عندهم
زين انت اذا ما عنده بيعه وما عنده بالمنطقه زين وعائلته زين وهذه ليش عارفين به؟ شنو السبب؟ شنو السبب؟ اكو غير المستفادين. يوم طلع فائق زيدان ده يحكي يقول السجين يكلف الدوله $15 باليوم. زين $15 عجبها هي كلها ده تنصرف على السجين؟ لو دولارين ثلاثه والباقي بجيوب الميليشيات وبجيوب الاحزاب المسيطره على السجون. مو هذه كلها نعرفها كل زين، هاي تمويل للجهات السياسيه معروفه. زين انت يا الكاظم اصلاح واصلاح ومحاربه فساد وما ادري شو، مو هذه كلها ملفات فساد. ملفات فساد اذا ما تحاربها اذا انت شريك وياهم بيها. نعم. شريك وياهم بيها. انا اشكرك. نعم انا اشكرك ابو محمد من الموصل كان معنا واعتذر منك على المقاطعه لان اكو اتصالات. كيان من بغداد، تفضل كيان. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. الله يحييك ويحيي هاي القناه المحترمه وتحيه طيبه لك ولكادر. يا هلا بك استاذ عمر. بامانه الله لا عندي لا معتقد ولا سجين. نعم. بس انا قلبا وقالبا ويا المعتقلين ويا السجناء ويا النازحين، اهلنا وناسنا وشرفنا وعرفنا. الله يبارك بك. وهذا السجين هسه ذكر اخوي ابو محمد، هذا السجين ينصرف له بالدولار يوميا ويدزون له تفاليس. تعرف شنو يدزون له تفاليس؟ سيم كارت يبيعونه له ب $500 الصبح ياخذونه من عنده بالليل. زوجة السجين او ام السجين او اخت السجين كل الاحترام لهن، من يرحن يواجهن بذله ويساومونهن، يساومونهن على شرفهن. هذول مع احتراماتي حشا ما اقول لك، هذول التعبانين الناس الفاشلين كانوا ضباط وكانوا تابعين. نعم. ويذلونهم ويوقفونهم السرى ويجون بالليل ويوصل لهم السرى الظهر العصر ذله، يعني ما جاي يشوف ابنه. هاي وحده. ثاني شيء السجين او المعتقل الى بريء اطلقوا صراحه، ولا مذنب حاكموه ومستحق الى مذنب، بس بلغوا اهله قولوا لهم يابا هذا وهاي الادله اللي عليه وهذا منكم بفلان مكان. ليش تخلون الامهات وتخلون الزوجات والخوات وهاي الاطفال اليتامى وهاي الاطفال الباقيه خطيه، ليش تخلونهم دموعهم على خدودهم؟ مو حرام؟ والله ما يقبلها مباشر هناك يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى يحاسبكم على كل شعره، على كل شعره. انتم ما اعرف انتم مجرمين، الله يشهد انتم مجرمين. كلمه مجرمين قليله، وانتم مو بس مجرمين، انتم يهود الدين. هسه جايك محرم، تمام؟ جايك محرم، تعال شوف كلها تلطم وكلها حزانه. نعم. وهي كذابه، الناس كلها كذابه، راح ياخذون محرم دعايه للانتخابات. هذا اللي يوزع قاص، هذا اللي يوزع رقي، هذا اللي يوزع شوف شو يوزع. نعم. وبهاي يستغلون العاطفه مع الناس، يستغلون طيبه الناس. بس انا اقول للناس، اقول للناس عيب عليكم والله العظيم يا شعب، عيب عليكم واكبر عيب عليكم بعد تستمعون ذولي وتستقبلون ذولي. اي شخص يجي من عندكم لاي منطقه رفضوه اطردوه، هيولون ذولي، هيولون هذول الناس يعني ناس ما عندهم لا غيره لا انسانيه لا وطنيه، ما يحسون باي مسؤوليه. هذول يفكرون بارواحهم، هذول يفكر يقول لك انا راح ابوق لك كم مليون دولار اجي 4 سنين كون هاي 4 سنين اكون روحي اخذ لي 4 بيوت بالداوودي، اخذ لي فد موظ دكتارات حمايات والحمايات والدكتارات يطلعون وياي. هذا وانا اكون روحي. يا عراق يا امهات تموحن على خدودهن، يا زوجات يا اخوات يا اهل يا ناس، انتم دمرتوا البلد. ايش خليتوا بالبلد؟ بنقول ايش خليتوا بالبلد؟ سويتوا العراق تحت الصفور. لا اله الا الله. يعني احنا اول ناس علمنا الكتاب عندنا اميه 40 ماده 50%. ليش هيك؟ ليش هيك يا عم؟ انتم حاقدين علينا؟ عندنا عندكم اطلاب ويانا؟ لا عندكم اطلاب ويانا قلونا يابا، هاي اطلابتنا وياكم. حتى مو النظام راح ذاك النظام. وبمناسبه القائد، اي شخص يقول انا قائد، القائد يتوفر به صفات اناقه لباقه لياقه هيبه كاريزما. حتى كل ما موجودات فيكم انتم اللي حكمتوا العراق من 2003 لحد هاي اللحظه. كان العباد يرفع بطارونه مرسوم جمهوري، كان المالكي يلعب بنفسه وقاعدين احنا.
هواي يعني هواي يعني اسالك كاظم يعرف يسولف ما يعرف يسولف والله العظيم ما يعرفون يسولفون ما يعرفون شنو مراسم الجمهوريه ما يعرفون شنو استقبال رئيس الدوله الضيف الجاي مقبل علينا ما يعرفون كل شيء ما يعرفون سياسه البلد ما يعرفونها يعني ذول يا سبحان الله يا سبحان الله هذول اجوا انتقام انتقام لهذا البلد يعني ما خلوا به شيء استاذ عمر دمروه نهون نهيان تعال شوف السجون يعني النازحين والله العظيم قسما بذات الله انا يوميا ابكي والبارحه بكيت على النازحين يعني ذول اهن اهن عيب ترى هي يوم لك ويوم عليك لا يعني هذول اهن زحمه باسندار علينا ما حد ترى زحمه والله زحمه عيب عيب استحوا ذول اهن رجعوهم لبيوتهم معززين مكرمين وقل لهم خدمتكم وعمروا لهم وساعدوهم والمريض من عندهم عالجوه والضرر بيته اطوه وسووا والتاريخ جاي يسجل وتاريخكم راح يصير اسود وانتم يا العشائر ظلوا غافلين وظلوا نايمين ظلوا على تيك تيك تجتمعون وتصير بيك كيسيات وقاذفات حوانات على تيك تيك نعم على تيك تيك وعلى وطن ما حد يطلع وما حد يحكي وما حد يدافع عما هذا العراق تعرفون شنو هذا العراق ارض الانبياء ارض الاوصياء ارض الائم هذا العراق العراق هذا ماكو بلد مثله وبالمناسبة هاي الدول المجاورة مو منشأ يعني هي أساسا ما يفيدها العراق ينهض لأن العراق لا نهض وإن شاء الله ينهض قوة الله ينهض بقوة الطيبين والأبطال والشرفاء ينهض إلى نهض العراق هاي الدول كلها تختفي كلها تصير لا شيء بالنسبة للعراق وهي هسه لا شيء بالنسبة للعراق والله هم لا يوفقه وإن شاء الله يعني ينهي نهيان اللي يريش سوء بالعراق وحسبنا الله ونعم الوكيل وأشكرك أنا أشكرك أخي كيان يبارك بيك ويسلمك ويحفظك كيان من بغداد كان معنا علاوي من بغداد تفضل علاوي مساء الخير مساء النور استاذ عمر الغالي الذهبي شلونك يا عمر؟ اهلا وسهلا بك الله يسلمك يعني ويحفظك ويخليك طبعا يعجز الوصف عن اخلاقك العاليه وكلامك الرزين والله العظيم قلب من قالب الله يسلمك ويحفظك ويبارك بيك الله يحفظك والله العظيم والله العظيم انا كنت مستقل في ثمانيه من الامريكان نعم جنبوك والله معامله هيك تسلم العراقيين بوقت ما عاملونه خلونا بالقصر يومين نطونا 50 دولار وقالوا ارجعوا منا لاهلكم روحوا وهي ملابسكم المدنيه وانطونا مصحف وانطونا سجاده وصفحه طلعنا انا كنت معتقل طبعا من الامريكان بس المعامله ما كانت والله هيك يم العراق يم العراقيين اعتقلت مع الاسف هانونا هون انا واخوي عثمان وهدونا وضربونا وانا عدينا قلت اسمع عدينا علي ايش معي انه انا بشكل اكثر من كل واحد معتقل وعذاب وما احكي لك يعني بالشفره الإفشار والغلط عليك وعلى أمك وعلى عرضك يعني بالحرف الواحد ويقول إحنا كنا نجي نضرب هؤلاء أحيكم وإحنا يتعي المتسبين من أم المتسبين ثلاثة أربعة ميليشيات وثلاثة أربعة مليون هذا اللي يمرد نجيب اسمه ماتين القناة وماتين إحنا مرد يومي القناة إن يعني الأرقام ما أحسرهم يحضروهين وما يخلونا نحصل يعني هذا إنت يا مقتدى الصدر إلى مثلا لعبت بالارض الفساد وهاي قبل كم يوم طلعت قلت لهم انا مريض ولا حموت وما ادري شنو وانت تسوي هو انت شو المعتقلين كل المتظاهرين كلهم هجمت مقتلتوهم وخبرت طلعت ويا هذول الشغل بالمدينة بالعالم وشتتوا المتظاهرين طلعوا على الحق واللي ضربتوه عوقتوه واللي قتل قتلتوه والنوبه فريتوها على المناطق على سامر صلاح الدين وعلى تكريم أذيت الناس الله يذكر إن شاء الله في الدنيا وبالآخرة حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا ولد أنتم أهل أنتم أهل القادة القادة انطوها لأهلها العالم ترى تحكي عليكم وأنتم شغلتكم والله العظيم أمام الله هذا اللي هو يظهر الحق والله العظيم والله العظيم ترقب بذات الله العالم نعم الله بالدنيا وبالاخره الله يخليكم ان شاء الله بالدنيا وبالاخره لانه هاي اذاعه تسمح للناس الطيبين اللي يفتحون الكلام الطيب وانا ان شاء الله يجي يوم من الايام استاذ عمر اخابرك على هذا المنبر اقول لك استاذ عمر
والله العظيم ظهر الحق بعيون الناس الباطله. الله يحفظكم ويسلمكم ويفرج عن العراق. أنا أشكرك أخي علاوي من بغداد كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد. طبعا مع ارتفاع درجات الحراره في العراق يفترش مئات الاطفال والنساء ارض سجن التاجي لمقابله ذويهم وابنائهم المعتقلين والذين يعانون اوضاعا ماساويه واهمالا من قبل الاداره. تحدث اهالي المعتقلين وقالوا بانهم افترشوا الارض امام مبنى سجن لمقابله ذويهم، فيما سمحت اداره سجن التاجي للنساء فقط باجراء المقابله ولم تراعي ارتفاع درجات الحرارة في الوقت الذي تصاعدت التحذيرات من انتهاك حقوق ذوي المعتقلين في سجن التاجي. طبعا المعتقلون أكدوا في سجن التاجي في العاصمة بغداد في مناشدة مسربة وفاة سجين بعد يومين من الصراخ والاستغاثة من جراء آلام حادة في بطنه، فيما لم تقم إدارة السجن بإسعافه. وقال المعتقلون بأن هناك الكثير من أساليب التعذيب التي تمارسها القوات الحكومية ضد المسجونين من أجل إجبارهم على التوقيع على ما يدونه المحققون والاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، مشيرين إلى أن الكثير من المعتقلين يموتون بسبب الأمراض وسوء الرعاية الصحية. من جهته أقر القاضي حسين الجبوري في وزارة الداخلية بأن جميع السجناء في العراق يعانون سوء المعاملة وابتزاز ذويهم في أثناء زيارتهم، خصوصا النساء اللاتي يأتين لزيارة أزواجهن أو أبنائهن، فضلا عن سوء التغذية واكتظاظ السجون وانتشار الأمراض المعدية. معنا ريكان من الأنبار، تفضل ريكان. حياك الله. السلام عليكم. حيا والدوم. حيا والدوم، يا هلا بيك، الله يسلمك، تفضل حبيبي. استاذ عمار الله يسعدك. الله يخليك عين، تفضل. يحفظك الله. احنا عندنا مغيبين، عندنا اولادنا الشباب مغيبين، اخذوهم بالترداد. اي ما وقفنا على مصيرهم لحد الان، نريد نكشف مصيرهم. حيين ميتين بالعراق، خارج العراق، موتى حيين، يعني عوائلهم وايتام واطفال ونساء ارامل. نعم. بيا سنة أخذوهم ريكان؟ أخذوهم 8/3/2016. 2016 من اللي أخذهم؟ أخذتهم جهة مجهولة، ما نعرف عن إعلام ترفرف، ما نعرف الإعلام شلون قايل. نعم. كم واحد؟ ها؟ كم واحد؟ والله هي أخذهم هواية من سرزار، أخذهم هواية من ضمنهم ولدنا 16 واحد. الله. وخدم هواية من السرزار، عائلة أخدم أخوان ستة، وعائلة ابن عمهم أخدم ولده خمسة، وإبراهيم الخرف المحل ولده ستة، وإحنا أولادنا 16. وخدم هواية يعني على أساس تحرير، وقال من دكم حاسبة، وبعدين أخدم الشباب، وإحنا زلمة بار هدونا. أي والله زين. من راجعته بعدين، راجعتوا جيش شرطة قضاء، ايش ردوا عليكم؟ والله يا سيدنا الكريم راجعنا السياسيين والبرلمانيين وننطب هالأسماء والمؤسسات الدولة كلها راجعناها. آخر شيء قبل أسبوع بالمحكمة قام عمي قرر البرلمان وقررت الحكومة العراقية اعتبروهم شهداء.
سووا لهم معاملة مع الشهداء. زين الشهداء شلون؟ احنا لا دافنينهم، لا جينا عظم من عندهم، لا الشهداء على اساس نسويهم شهداء. مطلوبنا ما تنطينا نسويهم شهداء. اي والله. والله هو المشتكي لله، ما ادري وين ما خلانا، يعني ما خلانا جهه بالدوله العراقيه ومسؤول ما وقفنا على راس. يا معودين اهل الغيره. بس طب نقولنا ميتين تاع نسوي لهم فواتح، يعني نسوانهم لحد الان تنتظرهم، الاغلبيه متزوجين وعندهم ايتام واطفال. نعم. ونسوان هي مرم قاطعة نفسها وقاعده عده لزوجها وقاطعة نفسها، لا هي يعني لا تسوي لهم فواتح. ما ندري وين نطي وجوهنا سيد عمار، والله ما نعرف وين نشتكي، المشتكي الا الله. ولا انت. الله يعينكم ويفرج عنكم. ريكان من الأنبار كان معنا، وقصة أخرى من قصص المغيبين في العراق، أبو محمد من الموصل. تفضل أبو محمد. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي. المغيبين يعني المغيبين غيبوا وراحوا، وذول المغيبين أخذتهم الميليشيات، يعني هي معروفة من نزحة العالم. الميليشيات كانت تاخذ الشباب، يعني تعزل الشباب أول ذريعة، وذولا راحوا. نعم. بس عند السجون المئات مئات مئات السجون، سجن الحوت ولا سجن الحلة ولا سجن يعني المطار المثنى، يعني كثير من الشباب يعني آلوا مئات الآلافات بالسجون. يعني هذول البرلمانيين بس يطلعون انتخبونا انتخبونا انتخبونا، احنا ننتخب شنو ننتخب؟ انتوا سووا شيء، سووا شيء يرضى الله رب العالمين. طلعوا هذول هالأبرياء جوا، يعني عندهم نساء وعندهم امهات وعندهم خوات تسال عليهم وعندهم اطفال، يعني باكر باكر شو يقول الله؟ شو يقولون الله؟ يعني شو يقولون؟ ايش راح يقولون الله؟ نعم يا استاذ عمر، يعني ما ظل ما ظل بس الله بعز جلاله. ونعم. يعني ماكو حد يطالب. هيئه علماء المسلمين خارج العراق، الناس اذا جو ما يقدر يطبون العراق، يعني ما هيئه علماء المسلمين الصحيحين، يعني مو استعد جايبينهم لزق ام يصون اياهم، وما عدنا يعني ما عدنا بس الله بعزه جلاله يطالب. كان يطالب الله يرحمه الشيخ حارث الظاري، وما ظل عندنا ما يطالب. وقناتكم الشريفه بس هي تطالب. نعم. بالمعتقلين. نعم. والمعتقلات، وهذا هو. نعم. والهيئه ما زالت تطالب ويعني تسلط الضوء على موضوع المغيبين وموضوع المعتقلين في العراق والانتهاكات بشكل عام. اخي ابو محمد من الموصل، انا اشكرك. ابو محمد، ابو حسين من صلاح الدين، تفضل ابو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. شلونك دكتور؟ يا هلا بيك، حياك الله. هلا ابو حسين. دكتور انا عندي ابني مسجون. نعم. حكم علي الله شاهد ورقيب، بريء. بريء يعني عيش يلفقوه لتهمه وحطوا لك اياه بالسجن، واعترف ما اعترف وضغط ايش قد عمره؟ ايش قد عمره؟ ايش وقت اعتقله؟ شنو التهمه؟ وايش حكم عليه القاضي؟ قاضي حكم 15. نعم. امره مؤلف فيه. نعم. وكل الدنيا تعرف انه مظلوم، كل الدنيا يعني كل الشيوخ العشائر ووجهاء المنطقه ولا يعرفون انه مظلوم. تهمه ارهاب؟ ايه تهمة ارهاب، وعاد شكو فيها تهمة ارهاب. نعم. ايه كلها يحطونها تهمة ارهاب، كل شيء حطوه على ارهاب، كل شيء حطوه على ارهاب، وهو دليل من الارهاب مليون بالمية. وعندي ادلة وبراهين تثبت بانه بريء، كل شيء ما عنده ولا ينتمي لا ارهاب ولا اصل ولا عارف. نعم. راجعت لك ما خليت اراجع محامين قضاة الدنيا كلها، وكل العالم تعرف وتحالف براسه انه شخص بريء. نعم. واسع انا ما نعرف، ننتظر الناشد رئيس الوزراء، الناشد لجنة حقوق الانسان، الناشد الناس الشرفاء السياسيين يفعلون هذا القانون مع العفو للابرياء المظالم فقط، المو مظلوم. نعم. ينال جزاء، بس المظلوم يريد يطلع. نعم.
الله يفرج عن جميع المظلومين والأبرياء في العراق. أبو حسين من صلاح الدين كان معنا، نقرأ رسالة على الواتساب. السلام عليكم وعلى قناتكم الكريمة. أخي نطالب بالعفو العام على الأبرياء، والله كلها أمراض وقاعدين يموتون على البطيء بالسجون. رحمة على والديكم، تلاحقوا الأبرياء، والله كلهم شباب بعمر الورود. رسالة من عثمان الحاج، عثمان من السودان، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول تحية إلى العراق. تحية لك أخي عثمان وإلى الشعب السوداني. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.